هادي اصحي لي اصحي. ايه ده؟ رد. ايه ده؟ دواء يا سعيد. دواء ايه؟ انت ناسي ان انا دكتور؟ دواء ايه ده؟ منع الحمل. ايه المشكلة؟ مش عايز تخلفي مني يا هنادي؟ لا أنا مش عايزة أخلف دلوقتي. مش عايزة أخلف خالص. في فرق. سعيد أنا عايزة أركز معاك. عايزة نستمتع بحياتنا. مش عايزة عيالي يشغلوني عنك دلوقتي. بتكدبي عليا ليه؟ وليه كل شوية تقولي إحنا لسه أول سنة جواز؟ ولما أقولك تعالي روح نكشف عند الدكتور ما بترديش عليا ليه؟ عشان أنا عارفة إنك مش فاهم ومش هتفهم. مش هفهم عشان عايز أخلف منك. وأنا مش عايزة أخلف دلوقتي يا سعيد. أه بس إحنا ما اتفقناش على كده. لا إحنا ما اتكلمناش في كده أصلاً. وأدينا بنتكلم دلوقتي، والكلام اللي بتقوليه ده مش هينفع معايا. وده الكلام اللي عندي يا سعيد. يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك. ولو مش عاجبني؟ براحتك. انت حر. دي حاجة ترجع لها. اللي هو إذا كان عاجبك يعني. آه يا سعيد. ده اللي عندي. آه بس إحنا كده بقى في مشكلة كبيرة قوي. صح. إحنا في مشكلة كبيرة قوي. وعلى ما تحلها بقى أنا في بيت أهلي. هو أنت كمان هتسيب البيت؟ آه يا سعيد هسيب البيت. عندك مانع؟ يا هنادي ما تكبريش الموضوع. لا هكبره. هكبره يا سعيد. وهكبره قوي.